أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لما سيتم إعطاؤه في الأسبوع 20 من كتاب التربية الإسلامية. ها نحن قد وصلنا إلى ختام الفصل الدراسي الثاني، فكل عام وأنتم بألف خير، ولا بد أن نقطف أو نجني ثمار هذا الجهد الذي بذلناه من خلال تقييم أنفسنا الاختبارات النهائية. لذلك سأقوم بمراجعة سريعة معكم لأبرز ما سنقوم بالتركيز عليه في مادة الاختبار. إذن أهدافنا اليوم أن نستذكر أبرز موضوعات الاختبار النهائي من خلال السؤال والجواب. أذكر أعزائي بأن صفحات المنصة التعليمية فيها ما يكفي من المواد والأنشطة الداعمة التي تساعدك في فهم موضوعات الدرس، ولكن هناك صفحة مراجعة وضع فيها أنشطة تفاعلية ومواد مرئية وتقييمات، كما وضع فيها ورقة مراجعة تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة الموضوعة فيها بعد انتهاء دراستك لتقيم فهمك للمادة. وأذكر أن دليل الدراسة لا يعني أنه هو الاختبار نفسه، لكن هو يساعدك أو دليل لك فيما ستدرس. وهذه الموضوعات التي ستدخل معك في الاختبار كما ترى، حددنا لك صورة الصف وهي بعنوان التجارة الرابحة الآيات من 10 إلى 14، حيث أننا يجب أن نعرف المفردات والتراكيب في سورة الصف، ثم نذكر موضوعات الآيات الكريمة من خلال أن نبين ما هي التجارة الرابحة وكيف نصر الله تعالى الإسلام، ونقيم أنفسنا بعد ذلك بالإجابة على أسئلة أختبر معلوماتي. وقد وضع رابط هذه الأسئلة في صفحة الدرس المخصص، حيث تستطيع أن تعتمد على الإجابات النموذجية الموضوعة فيه. وأذكر أيضاً أن هناك أسئلة في الإضاءة أو أنشطة خارجية، أنشطة للتفكير والإثراء، هي أيضاً قد تكون موجودة معك في الامتحان لأنها أسئلة تثير التفكير. فمثلاً قد تكون ما هي القيمة المستفادة من هذه الآيات بعد دراستك لموضوعاتها مثلاً؟ فقد وضعتها لك الآن في لون غامق حتى تركز عليها. أما الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه، تستطيع أن تعرف باسمه ولقبه وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ثم تذكر صورا مشرقة عن جهاده وشجاعته. سأذكر لك مثلا جملة، ستذكر أنت ملامح هذه الشخصية من خلال هذه الجمل، ستبدي رأيك بهذه الشخصية وتبدي رأيك بأكثر هذه الملامح التي أحببتها، وتبين بعض الأمثلة على كرمه وإنفاقه، ثم تقيم نفسك من خلال الإجابة عن أسئلة أختبر معلوماتي. أما الدرس الثالث فهو المؤمن أمره كله خير، الحديث الشريف. عليك أن تعرف براوي الحديث الشريف وأن تحفظ معاني المفردات الجديدة فيها، وتذكر الموضوعات التي جاءت فيه، ثم تبين المقصود بالشكر وتبين إلى ما يدفعك شكر الله تعالى، وتذكر بعض الأمثلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على صبره، ثم تعود إلى الأسئلة وتقيم نفسك من خلال الإجابة عنها. أما الدرس الرابع فهو قضاء الصيام والفدية، فعليك أن تفرق بين هذين المفهومين الصيام والفدية، ثم أن تحدد مقدار الفدية وتعدد أصحاب الأعذار الذين لا يجب عليهم قضاء الصيام، وتقوم بالإجابة عن أسئلة الدرس صفحة 75. بالنسبة لخلق الإيثار، عليك أن تبين ما المقصود بخلق الإيثار، وأن تبين لماذا حثنا الإسلام على هذا الخلق، وتذكر أمثلة وصوراً على هذا الإيثار من حياة الرسل والصحابة، ثم تقيم نفسك من خلال الإجابة عما وجد من تقييمات في صفحة المنصة. أما الدرس الأخير فهو الصيام التطوع، لاحظ أن الربط هنا مع مادة اللغة العربية وثيق جدا، فعليك أن تبين مفهوم جميع عناوين الدروس،
ما المقصود بصيام التطوع؟ ما هي الأيام التي يستحب أن نصوم بها مع تعريفها؟ وأن تذكر الفرق بين صيام التطوع وصيام شهر رمضان، ثم تبين ما هي الأيام المنهي عن صيامها، وتبين ما المقصود بأيام التشريق. لا تتردد عزيزي الطالب إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار بإرساله عبر البريد الإلكتروني لأقوم بتفسيره أو توضيحه قبل الاختبار. أشكر استماعكم، أتمنى لكم حظا موفقا مليئا بالتوفيق والنجاح. أشكر استماعكم وأراكم إن شاء الله على خير في السنوات المقبلة.